برحب حضرتك معنا النهاردة في لو تي في. أولا حابة أسأل حضرتك في رأيك في الإيفنت. أولا هي فرصة كويسة أن أنا أقابل زملائي سواء في مكاتب تانية أو قانونيين إن هاوس في شركات أو بنوك أو كذا، وبتبقى فرصة أن احنا نجمع يعني شباب القانونيين سواء لسه يعني في الجامعة بيدرسوا او لسه بادين حياتهم العمليه، فلما بنحط الاثنين مع بعض بيبقى فيها يعني فرصه كويسه قوي ان هم يعني اولا اكتساب خبرات، دي حاجه مهمه قوي. وخليني اقول لك حاجه تانية، ان الفتره اللي فاتت شافت سيل من التعديلات التشريعيه. احنا نفسنا دلوقتي بنذاكر وهنبقى يعني متوقعين ان الجيل بقى اللي هيطلع دلوقتي يبتدي هو كمان يذاكر نفس الفكرة، هو كمان يذاكر. انا بقى ممكن اقولك يعني حتى رسالة للشباب اللي لسه دلوقتي بيدرس القانون في الجامعة، انها يعني بلاش نستنى لغاية لما نتخرج وبعد كده نشوف هنعمل ايه. الفترة دي فترة تخصص زي بالظبط الدكتور، دكتور السنان ودكتور العيون وكذا، نفس الحاجة في القانون. فترة تخصص فكرة المحامي أو القانوني اللي بيشتغل كل حاجة طبعا موجودة وكل ما فيهاش مشكلة، بس فكرة التخصص بتدي لك يعني تخليك تشتغل على تفاصيل صغيرة وتكتسب فيها خبرات كتير تقدر تفيد بيها أكتر العميل بتاعك. يعني اجي اقول بقى طبعا زي ما يعني اكمل كلامي على الشباب الخريجين، ابتدي اسعى من دلوقتي، ابتدي دور على فرص ان انت يعني مثلا ايفنت زي النهارده ان انت تحضر مؤتمرات، تحضر تقدم على تريننجز او انترشيبس، ان انت تبتدي تشوف يعني فرص اكتر لاكتساب خبرات، بحيث ان انت لما تتخرج يبقى عندك شفت الماركت فيه ايه، فتقدر تبقى عندك يعني تخيل انت عايز تتخصص اكتر في ايه او تشتغل في ايه. حضرتك شايف ان مشاركتك النهارده في الايفنت ده يعني بيساعد الطلبه على ان هم يتواصلوا اكتر مع الناس اللي في الليجل كوميونتي؟ اولا انا النهارده هيبقى عندي فرصه ان انا ادي ورشه عمل عن قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه. انا الحقيقه طبعا فكرت يعني في الموضوع بتاع ورشه العمل كتير، بس طبعا يعني الفتره اللي فاتت شافت تغيرات كتير في المجال ده في الموضوع ده، فحسيت ان هتبقى فرصه كويسه ان احنا فين نتكلم مع يعني يعني شباب الجامعات عن حاجه ممكن تكون احنا نفسنا حتى يعني لسه يعني فيها واقع عملي و تشالنجز احنا نفسنا محتاجين ان احنا نبتدي يعني نشتغل عليها. فهتبقى فرصه كويسه ان احنا نقول يا جماعه القانون بيقول كذا، بس في واقع عملي كمان، في مشاكل عمليه، في صعوبات وعوائق احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها. بس ميرسي جدا لحضرتك، شكرا. اهلا وسهلا.